رغم تهديد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي إذا نفذ أردوغان هجومه على شمال سوريا، إلا أن الطيران التركي بالفعل شن بالأمس هجوما جويا وقصفا مدفعيا على منطقة رأس العين الحدودية ومدينة تل أبيض بسوريا. الملفت أنه أطلق على هذا العدوان اسم نبع السلام. السوشيال ميديا تابعت أولاً بأول القصف التركي لشمال شرق سوريا، وإليكم عينة من الفيديوهات المتداولة بين الناس. علم جاليدني جدرفني بيالي والله العدوان التركي أصاب سكان منطقة رأس العين وتل أبيض بالذعر، ومجموعة كبيرة من الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا رصدت هروب السكان من مناطق القصف. نشاهد. أما اليوم فتداول رواد تويتر مجموعة من الخرائط توضح التوغل التركي داخل الأراضي السورية، وأظهرت الخرائط أيضا حركة المقاتلات التركية ومناطق القصف. ردود فعل مختلفة على العدوان التركي. فعلى الأرض مثلا خرج العشرات من السوريين في مظاهرات بمناطق متفرقة منددين بهذا الهجوم، وهذا ما أظهرته الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا ومنصاتها لم يختلف الأمر كثيراً، فرواد تويتر مثلاً أطلقوا هاشتاغ أردوغان مجرم حرب، وعبروا من خلاله عن غضبهم تجاه العدوان التركي والموقف القطري الذي أيد هذا الهجوم على عكس الدول العربية التي أدانت الهجوم. فمن اللحظة الأولى لبدء القصف التركي على شمال شرق سوريا دعت مصر إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي، كما أصدرت الخارجية المصرية بياناً حمل أشد العبارات المنددة بهذا الهجوم الغاشم. أما عن أبرز ردود الفعل الرسمية على السوشيال ميديا
فأكد أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أن العدوان التركي سيعقد الوضع الراهن بالمنطقة، فيما استبشر القيادي الفلسطيني محمد دحلان بالدعوة المصرية لعقد اجتماع وزاري عربي طارئ، وأكد على أن الغزو التركي ما هو إلا حلقة في سلسلة طويلة إلى جانب الاعتداءات المتكررة على سوريا والعراق، وأضاف أن هذا الغزو العسكري يفضح أطماع أردوغان لاقتطاع أجزاء من سوريا. إذن ماذا عن ترامب الذي كان يهدد بتدمير اقتصاد تركيا إذا قامت بأي هجوم على سوريا؟ ترامب قال على تويتر أنه يحاول إنهاء الحرب التي لا تنتهي أبداً، فالبعض طلب منه إرسال قوات أمريكية ليشاركوا في هذه الحرب مجدداً، لكنه قال أنه سيضرب اقتصاد تركيا بالعقوبات إذا لم يلعبوا وفق القواعد. وأكد ترامب أيضاً على أنه يراقب ما تفعله تركيا عن كثب،